السلام عليكم. بعد الإجراءات الاحترازية الأخيرة بقراءة القرآن من المصاحف الموجودة في الجوالات لعدم وجود مصاحف في المساجد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة يصدر مصحف المدينة النبوية اللي بحط لكم الآن صورته، وفيه مزايا كثيرة، منها أنه يدعم 13 لغة حتى للأجانب والعمالة اللي عندنا. كل اللي عليك سواء جوالك آيفون أو أندرويد الدخول لصفحة تحميل البرامج وكتابة مصحف المدينة النبوية. والله يكتب أجر كل من قام على هذا المصحف الشريف وكل من نشر هذا الفيديو ويحرم وجه والديه عن النار.